بعدني السلام عليكم، حلقة جديدة من ستي سكاي لاين، معكم خليل من خليل جيمنج. لكن بعدني أحس أن هذا من أخطر الشوارع اللي سويناها، بس كان يبالي لفات. بنزل شارع شكله من فوق لين تحت، شوف أماكن الشركات أصلا تحسها خطر. تخيل تدوم في شركة في صناعية كتر وعندك هالفيو، قطار يروح يرد، وفي مشروع مطار هني بعد كم سنة، يعني بزنسك بينمو. لو شو أبى أسوي؟ أبى أجرب أحطي سكة مزين بالطريقة هاي. سكة بتنزل لين وين؟ لين هني، المفروض أنها تنزل لتحت. يعني هاي سكة للكارغو ترين، بصراحة يعني بيكون مشروع ناجح جدا. أنا أقولكم مشروع فوق الناجح هذا. لحظة، وين صار؟ أوكي، هذا خلي سيده. الحين المشروع كان على اساس اني بسوي شو، لكن بعدين لحظة، خط سيده، ابا من هني يمر شو الشارع، في الشارع من هني بيمر، فلازم يكون المكان شو سلس شوي. سلوب تو ستيب. انزين، عيل بنشل جزء منه، الشارع ما بياخذ هالمساحة الخرافية. يعني اوكي، بنعدل الانجل مال بعقب، مو مشكلة. لا بس ما يبغى اكثر يسده. بس شو بسوي؟ هذه خليها شوي منطقية اكثر، يعني مش منطقي الخطار اللي في الطريقة هاي. تو شي بوقف البث، كنت بسوي برا على البث، يعني في استويت كم شغلة اسويها برا على النطاق الطبيعي، بس في امور نفساي، لا تعديلات مستقبلية مو مشكلة. هذا اختار يروم يروح يرد كيف ما يبغى. الحين شوفوا، فتحنا له مجال، يعني ما له داعي نضيق عليه، الله موسعنها. يعني زين، الصناعية ما بنحط لها كارغو، بعدين بنبدا منطقتنا الخرافية. هاي المنطقة مرتفعة أكثر من هاي المنطقة، مش عيبتني الفكرة. أبى أحط ريجولار ترين عادي، ما بحط ترين عود، بس أبى أخلي مجال إن في المستقبل لو إني بغيت أغير خطتي مثلا، الحين في مجال أروم أسوي خط ثاني يروح يرد، كأن هذا له باي باس. إذا في زحمة خطرات هني يكون شو ما يوقف الشارع ابدا عليه، وهذا شيء بيكون شبه مهم، لان هذا القطار بيوصل في سكة القطار الاساسية اللي عندنا اصلا، الاساسية. لان شوفوا هني، والعثرة يا حبيبي شو التخبيط هذا، مويعين زحمة اليمين واقفة، يتحركون ولا كيف؟ شي تريون بس هذا يطوفه، توقف، لا تدعمه خايس.
هذا زين، ليش ما ياخذوا يمين اذا في زحمة؟ ترى هذا دعمه، ليش ما ياخذوا يمين اذا في زحمة؟ هذا سؤال. في زحمة خذ لك يمين وارجع مرة ثانية للصناعية، شو تبغى؟ لازم تزاحم المكان. وهذا يمكن يروح مدينتنا الزاوية، مدينة الزاوية يروح. القطارات وايد معتمدين عليها في الجزء هذا، شوف يعني شبكة القطارات اللي عندنا وايد ضخمة، والأحلى إذا كان في مطار دولي هنا. طبعا بيكون في المستقبل، بس الحين خلينا نخلص ما... نادي الجبل، نادي الجبل. زين، نادي الجبل بيكون وين؟ بيكون هني، شوفوا هذا المكان بيكون منطقة نوادي ودراسة، بيغطي معظم الأماكن يعني، مش قضية يعني، لأن شكل المكان هذا وسيع وطيب. وبسوي شو؟ الستاندري مالنا يعني، شو الستاندري مالنا نحن؟ المربعات، بس مربعات شوي أوسع من المعتاد. هذا ما ضبط مربع 100%. أوكي، جبل في النهاية، هو جبل. بوصل بينهم بشو؟ بهاي واي. صراحة خلي تكون حركة التنقل شو؟ مرنة. هذا الشارع خطير. أنا اليوم ناوي شر عليهم ترى، هل هالفترة ناوي عليهم شر، كله اسوي لهم شوارع خطيرة، شوارع. خلينا نرفع شوية مستوى الأرض، مو مشكلة نرفع الأرض ولن يكون شكله معاق. تعال انت هني ارتفع شوية، لحظة بيدقون هذا، اتصور الحين بيكون اوكي. بس شو يبالنا؟ لحظة يبالنا هاي شوي نرفعه، هذا شوي نرفعه، خلي تدريجيتي اكثر. والله يبالي تغيير هذا المكان، بس حتى من غير تغيير ترى هذا استقبل اي خطار ليومك. الاسكيب ما يطوفه، يستقبل ما عليه. بس محتاجين، بما ان المكان بدأ يستوي نشط شوي، شو بحتاج اسوي؟ بحتاج ازيد المنطقة هني. بس عندهم دكاكين هم؟ لا، ابو اشل شوية من هايل، بحط لهم عمارة دكاكين، يمكن احد بيشتري شيء يسوي شيء. زين، المنطقة هي انا مسمينها منطقة النوادي، لكن تراها مش منطقة نوادي، بس يعني اول شيء بنبدأ بالمدرسة. وبا يدخلون يلاقون قدامهم شو؟ مدارس، لان هذا ما بيغطي بس هاي المنطقة، هذا بيغطي المناطق المحيطة هني بعد، بيكون كذا فريج عندنا، المفروض انه يغطي معظم المناطق. مدرسة، شو نحتاج عند المدرسة؟ ابا باركنات. طبيعة الحال باركن ترى شيء وايد اساسي الحين، من جزء من اي شيء ممكن تتخيلون. الباركن كان في الحديقة. زين، نبغى دائما باركنات بشكل دائم، مدرسة من غير باركنات ما منها فايدة. وين المعلمين بيسكنون بيبركنون؟ وين الناس شو بتسوون؟ شو بي وايد تفرق، ترى وايد تفرق. لحظة خلنا نشوف، نحط عند المدرسة تحت، خلهم يعلمون الصغار شو حب منو، حب البيئة وجرين انرجي دائما. تقريبا المدينة كلها قايمة على جرين انرجي، ولا عدم الاهتمام للطاقة، لان كل الماي خلال كل القرى هاي ممتد كله من مكان واحد، اللي هو هذا المكان على فكرة، ترى السيوج والهذا كامل كامل ممتد على هالاساس هذا فقط. ما اعرف اذا كنا بنستهلكه في يوم من الايام، لكن ما اتصور انه راح نستهلكه الصراحة يعني. بس شوفوا حلو في الموضوع انه في امور تركب، بس they just fit just fit. هاي منطقة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت. بس تعرفون شو ابا؟ عندنا مدرسة، لازم يكون عندنا شو؟ مسبح. انا ابا مسبح، المسبح كان مش سونة في الحدائق، ولا وين البول؟ المسبح، خلنا نسوي سيرش نجرب نحصره هني بول.
والله في شغلات حلوة صغيرة، بس أنا كنت أبغى أيوة كوميونيتي بول. هو ده الكلام، هو ده كلام كلام كبير. بس كوميونيتي بول مرة إذا حطيته هناك بخسر راديوس ماله وايد. لا أوكي، بعدني بغطي المدينة، بغطي المدن اللي جنبها. مكانه مش أوكي، أكثر من أوكي. طبعا كوميونيتي بول انا اقول لكم من الحين، من المدارس شو بيسوون؟ بيطلعون من المدرسة وين يبون يروحون؟ يطلعون من المدرسة يبون يروحون ال 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 الكوميونيتي بول. لازم يعني اذا عندك بول نفس هذا بتجيب الصغارية يلعبون، على اساس ما بتجيبهم يلعبون. ونبقى جنبهم دكان، دكانين، الدكان ما عليه بيرفع عمره بيدبر عمره في السطل احياء، يعني اموره طيبة. بس جنب المدارس هاي، وانها منطقة مدارس، ابا زحمة داخلية على منو؟ لا اوكي، زحمة داخلية على هايل. يعني ليش الباصات يوم بتجيب توقف بتوقف هني، بس يوم يطلعون المفروض ما يتأخرون ترى، لان هذا هاي واي. بس بيستوي زحمة لانها منطقة مدارس، يعني كل المدن المجاورة بتجي تدرس هني بيكون ازمة، ترى ازمة ازمة. لها سبب، ما حد بيركن على الشارع. اوكي، كل مبنى له باركنات حلو، بنحط منطقة المدارس شي بالها. في نفس الوقت الناس تي، في نفس الوقت قبل الاغراض اللي موجودة تكفي منو؟ طلاب المدارس. هات كم بيكم؟ 2x4. اوكي، في نفس الوقت اباها تكفي المدارس. هني يعني ما عندنا باركنات في المدينة، تعرفون؟ عمارة حط لها باركنات، فريج باركنات، محطة اختار كيف، ما في عنده باركنات. ناس وين تبركن عيل؟ سيدة تبو يستعملون باركن. الناس كيف باركن؟ هذا بعد أحبة بعد، بس أفضل من ولا شيء. الأرض مش سيدة، العمارة تقعد سيدة، بس بعض الباركنات هاي ما يقعدون سيدة، يقعدون مع تجويف منو؟ الأرض. هاي مشكلة ثانية ترى، خليها مو مشكلة، ما تصور بكم عليها ذاك الزحمة. زين، انا منطقة التعليمية تكون غنية بالخدمات من اي نواحي؟ يكون فيها ملعب، يكون فيها مسبح، يكون فيها شغلات هاي اللي تخدم الصغار والكبار. على افتراض ان بيون الصغار، يكون فيها حديقة حق تمشي، حق بكنك، حق هالسوالف. مثلا عندنا حديقة هني، صح؟ حديقة لابد منها، الناس تبغى تمشي، ناس تي جنب الحديقة تتمشى، تي تستانس. شوف، ناس تحب الوناسة، بس لازم نوفر لهم خدمات انهم يقدرون. شو هني ما بحط مبنى دايركت عشان بيسوي زحمة اصلا، ابغى يوصل ما بين المباني، فهذه الحديقة بتوصل ما بين المباني. تعطونهم مكان فيه متنفس، نزل عليهم شوي أشجار غريبة يجون يقعدون. في نفس الوقت لازم شو نسوي؟ بحطي لهم شوي كراسي. طبعا معظم الشغلات بنش، حديقة بدون كراسي شو فايدتها؟ خبروني. لازم كراسي، جاب الحديقة يستانسون. كل هاي الاشجار الحلوة هاي عند الشيرة، عند الشيرة، عند الشيرة، وما حد يقدر يقعد، ما حد يقدر يستانس، حرام. عبارة عن مساحة ما قاعدين نستعملها نحن الجمهور الصحيح مالنا. هني دكاكين بعد بتكون، وابا احطي بعد مكان. بس باركنات ترى نحتاج شوي اكثر،
حتى في المدينة ترى نحتاج يعني باركنات مزيدة، مش غلط تزيد باركنات أبدا مش غلط، ولا إن يك واحد يبركن في الشارع. ترى في النهاية ترى الباركن يعتبر حديقة ويزيد اللاند فاليو، لكن شوف كيف الزحمة بتستوي هنا. أنا شكلي بسوي أبجريد حق الشارع هذا. لحظة، إذا سويت له أبجريد لأربع خطوط يستوي، ما عليه مو مشكلة، تحملوا أنتو. أوكي، هل تخف الزحمة علينا شوي على اساس انه هذا شارع سريع يعتبر، ترى هاي واي خلاص ما يعتبر شارع تعبان. حتى هنا شوفوا على مروحة ما حد طاح، ما حد سوى حادث، which is good which is really good. شو تقول لو ماي تشيك كان ما عرفت مشكلة الماي. اوكي، في تويت شو السالفة، energy after jog in new park. اوكي whatever، انزل المنطقة الترفيهية التعليمية بسميها مثلا، لها خواص الحين بنبني فيها شوي شغلات ثانية اللي هي ابا ممشى وكوي. هذا مش ووتر فرونت، لا ابا مال دكاكين. ايوه هذا واحد، يلا يركب الثالث. نايس، اركب الثالث. شوفوا الممشى، ولا واحد اركب على الثاني، ولا واحد. هذه مشاكل ليبل وما تسويها. لحظة خلنا نرفعه، هذا ووكوي يعني اخبركم لزقنا واحد في واحد. اوكي هذا مش مشكلة، شوف كونكريت موجود ما عندنا مشاكل وياه. هذا بيكون عندنا شوية مشاكل وياه إذا سوينا نفس الحركة ترى، لأنه شو بيسوي، بيحفر في الأرض. شوفوا بس لحظة، تصدقوا I don't mind it it is really nice. ليش الشارع نازل تحتك دكاكين تمشي walk way سواي، بس اذا انت تمشي في الووك واي نفسه، فرضا انت تمشي هني صح، هذا ممشى كامل. لحظه ممشى كامل يؤدي الى نهايه، وفي داخل شو الدكاكين، طر طر. يمكن هذا يباله شوي ترتيب، يمكن شوي يباله ترتيب، يمكن ما يباله بعد. مثلا ولا ما بنقدر اسوي لان اصلا في مبنى، ممكن نجبره بس ما به، بس ترى جميل. خلنا نجرب احطه جنب الممشى. حطي له this one. يا حبيبي اكبر عن مبنى، بس لازم نجرب ترى عدة اشياء يعني مش مشكلة. انا اعرف ترى هذا ما ينفع، انا اريد اعرف، لكن انا اعرف ما ينفع، او ممكن نحطي شوي حصة هنا. كان كولا تدي نفس نظام الكاسر، انك تشوف حصة تعرف ان الارض ماسكة. شوفوا هاي اساس ان الارض ماسكة، كأنه حاجز بينه وبين ال السويمنج بول او غيره. ترى السويمنج بول ترى في شبكة يعني محميين، بس اذا في شبكة هذيل وين يروحون؟ شوي شوي استوى بعض المواضيع غير منطقية، لكن مو مشكلة. أبا الناس تعيش هنا، أبا group of people to live here، أبا بيت هنا زين وناس هنا تعيش، وأبا دكاكين، أبا دكاكين
احط الجامعة. الجامعة، شوفوا 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 رينج مال الجامعة وين يوصل، رينج خرافي ترى. الجامعة بتاخذ مساحة كبيرة، فبحطيها هني، واقدر احط يمين يسار بعض الامور الثانية. عنده مي، عنده مي كهرباء، بما انه جامعة خلنا ندلع شوي الكهرباء. الكهرباء هاي السولار فارم مال الجامعة، 4 حبات سولار فارم بس، ما بزيدة. عين ضغط الجامعة جميلة صراحة، تشوف الناس قامت تسكن، الناس اللي ساكنة هنا ترى رايقة، تعرفون عيالهم عندهم مدارس، عندهم دكاكين، عندهم ترى ممشى طر قدام البيت. شوف شوف محلال ممشى، والله انها طر على فكرة، لو ان هالفخرة هاي تحسونها شوي، بس انا احسها حلوة لان سوالنا مخرج ومدخل عليها، وهذا المدخل يحل بعض المشاكل ترى. انت شو تبغى؟ نت انف وركرز، من اكلمك؟ وهني بما انه نت انف وركرز هناك كل البيوت كامل، اي شيء وات ايفر از نوت جون داوت هير اتس هاوسز، يبنين شو بيوت. شوف وقت ال 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 الحصة ضيق، وقت الحصة يا الهي يا طالع المدرسة. المهم خلصنا المدينة الجامعية والمدينة الدراسية، فوقت الحلقة خلص إن شاء الله، بنشوف حلقة ثانية تكملة أخرى لها بإذن الله. أتمنى استمتعتم بالحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.